هو انا ماشي من الطبع ديالي انني كنهضر على التحكيم، ولكن التحكيم ماشي غير في المقابله ديال اليوم، فحتى في المقابله ديال العرايش في بزاف ديال المقابلات التحكيم دائما ما كينصفناش. كانت ضربه جزاء اليوم، كانت ضربه جزاء في مقابله ديال شباب العرايش، كانت مقابله السابقه انا ضربه جزاء ما كنعرفش ملي كتجي ضربه جزاء كيبداو يقننوا لنا قريب ايدي لاصقه، ما عرف ما فهمناش حنا كاع امتى غيسينياليو لنا ضربه الجزاء. على اي حنا ما كنتحجوش، كنظن اننا حنا كنمروا في واحد الفتره ديال فتره اللي يمكن نقول ما نقولش يمكن نقول فراغ، لان شيء عادي اي فريق في اي موسم الا كيدور كيمر في هذه المرحله. كنتمنى اننا نخرجوا منها في اقرب وقت ممكن. اليوم كنشكر اللاعبين على المستوى اللي قدموا، كانوا في المستوى طيله المقابله، خاصه الشوط الاول كانت عندهم، الشوط الثاني كانت عندهم رده فعل ايجابيه، احتكروا الكره، خلقوا فرص. كنظن اللي خصهم الوليدات هو الخطا اللي داروا الاسبوع اللي فات انهم استصغروا الخصم، وكانت النتيجه اللي حنا دابا كنحصدوا النتائج ديالها. تاثير نفسي سلبي على اللاعبين، خاصه اللاعبين ان معظمهم باقين صغار، الا البعض من كشيغير كطوتي كياسين، اللعابه اللي عندهم من يعني تجربه يخوليهم انهم يتحملوا شويه يتحملوا الضغط. ولكن كان على العموم كانت مقابله من ناحيه ديال من ناحيه التقنيه مقابله طيبه. كنتمنى اننا نخرجوا كما قلت لك في اقرب وقت من هاد المرحله ديال الفراغ، وان شاء الله الفريق راه بخير، وقادم الدورات ان شاء الله غادي نحققوا نتائج ايجابيه كما حققناها في الاول. شكرا.